أنا الشيف عدنان يمان، حكون معاكم في برنامج طبخ ما بيشبه أي برنامج طبخ ثاني. ربنا يستر على رمضان ودخلتك في المطبخ. بقول لكم برنامجنا غير. دقيقة كاملة بتضيع علينا، انت عارف تضيع وقت. معانا مو بس بتتعلم الطبخ. حط كمان زبدة، حط كمان زبدة أذكر. حنضحك. يا الله يا فهد. في عندي زر ميوت. بنتسلى. يا مصطفى يا مصطفى. وبنكتشف قد إيش الزوج والزوجة متفقين. مين الشيف؟ على NBC1 رمضان يجمعنا.